بعد ما رفضت الحكومة بجلسة عقدت من أسبوعين وبأغلبية الوزراء أنه يكون معمل سلعتها من ضمن معامل توليد الطاقة اللي ضمنتها خطة الكهرباء لتبلش تنفيذ الخطة على أساس معملين الزهراني ودير عمار بس، لينترك معمل سلعتها للمرحلة الثانية إذا اقتضت الحاجة إله. تراجع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بإحدى الجلسات من أيام قليلة عن موقف حكومته السابق لجهة إنشاء معمل ثالث للكهرباء بسلعتها بالبترون، مبرر هيدا الأمر بضرورة تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقرار الحكومة السابقة اللي تضمن مواقع إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية. وهالشي صار بعد ما طالب الرئيس ميشيل عون مجلس الوزراء بإعادة النظر بالقرار المتخذ برفض المعمل نتيجة كلفة الاستملاكات الغالية. وعن الرفض والتراجع حكي عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم الخوري لتلفزيون نشرة. بتعرف بالقانون بعد كم سنة إذا الدولة ما نفذت الاستملاك من حق أصحاب العقارات يرجعوا يدفعوا المال ويستردوا لهالعقارات، فصار في قسم من الناس اللي كانوا ملاك وتم استملاك عقاراتهم استرجعوا هالاستملاك هيدا، والمنطقة تطورت لمنطقة سياحية، فسعر المتر هنيك ارتفع بشكل كبير. فالفكرة الثانية بتقول انه مش مجدي اليوم انه نرجع نحط المعمل بزيت الرقعة بسلعاتها، في فكرة انه ازاحته بعض الكيلومترات على منطقة صناعية موجودة بسلعاتها وسعر المتر بيكون اوفر بكتير. خطة الكهرباء الحالية انقرت بالحكومة السابقة بعهد رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري ووزيرة الطاقة والمي بوقتها ندى البستاني، لكن جذورها بتعود لسنة 2010 لما قدم وزير الطاقة بوقتها جبران باسيل وفشلت الحكومات المتعاقبة من وقتها لهلأ بتنفيذها، رغم إعادة إقرارها سنة 2017 بعهد وزير الطاقة بوقتها والنائب بتكتل لبنان القوي حاليا سيزار أبي خليل. فكان لتلفزيون نشرة مداخلة مع الوزيرة البستاني خبرتنا عن الفرق بين خطة 2010 والخطة اللي تم إقرارها اليوم وشو التعديلات اللي دخلت عليها. هو صار تحديث، يعني مش ما بتختلف، صار في تحديث ويعني تأكدوا دراسات أكثر من 2010-2019. يعني شو اللي اختلف؟ يعني من 2010 لل كانت بتقول تأهيل معامل الجيولوجية، صارت إنه ما في تأهيل، بينعمل معامل جديدة بالجيولوجية، بينشالوا المعامل القديمة وبينعملوا معامل جديدة. أزمة الكهرباء بلبنان بلشت من سنة 1975 أي مع بدء الحرب اللبنانية، وازدادت سوء خلال الحرب وما بعد سنة 1992 حيث فشلت الحكومات المتعاقبة بوضع حل جذري لأزمة انقطاع التيار الكهربائي والتأنين اللي بيوصل كتير أوقات ل 16 ساعة باليوم. فاستنزفت الأزمة مالية الدولة من خلال دعم مؤسسة الكهرباء اللي عجزت عن تفعيل الجباية ووقف التعديات على أملاكها، وفشل بإنتاج طاقة كهربائية بتكفي حاجة البلد، مما اضطر لاستئجار بواخر توليد كهربائي تشتغل بفيول مستورد من الخارج سنة 2012 بموافقة مجلس الوزراء استنادا لخطة باسيل. لنعرف أكثر عن خلفيات أزمة الكهرباء بلبنان وأسباب عدم حل المشكلة رغم إقرار الخطة مع تعديلها بكل مرة، حكينا مع الكاتب السياسي اللي واكب هيدي الأزمة من بدايتها الصحافي إبراهيم بيرام. خطط الكهرباء من 1992، يعني بعد ما تولى الرئيس الحريري طبعا بلشت الخطط من أيام حبيقة، يعني من يومتها بلش الأساس الخطأ إذا بدك، يعني انعملت معامل ما كانت متطابقة للمواصفات، يعني انعملت معامل كهرباء على الغاز بعدين تبين انه ما في خطوط جر، وكان في عمليات هدر، وكان في عمليات محاصصات سياسية، الاهتزازات السياسية المستمرة، وتحديدا منذ عام 2005 يعني منذ اغتيال الرئيس الحريري لليوم، كمان ما مكنت يعني الدولة تعمل يعني تنفذ خطط، وكان في ضعف بالمعامل الأساسية اللي هي الزوق والزهراني والجي. الكاتب السياسي إبراهيم بيرم لفت عبر تلفزيون نشرة إلى أنه بعد سنة 2010 وعد الوزير باسيل بكهرباء 24/24، لكن هالشي ما نجح بسبب عدم وجود بنية تحتية مناسبة لتحقيق هيدا الوعد، إن كان بالمعامل أو خطوط الجر والتوتر العالي وحتى الجبايات. في مرات كان ينعرض إذا بدك جر كهرباء من سوريا، جر كهرباء من تركيا، جر كهرباء من مصر، جر كهرباء من إيران، في عروض لهذا على أساس تخلص منه، ما كانت تضبط هاي العروض لأسباب سياسية.
الخطة الحالية بتهدف بحسب مصدر بالحكومة الحالية لتحسين الخدمات الكهربائية وتفعيل الجباية وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء معامل مؤقتة وأخرى جديدة واستبدال المعامل الحالية القديمة بأخرى جديدة صديقة للبيئة بمرحلة لاحقة، تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة، تخفيف العجز المالي بمؤسسة كهرباء لبنان وتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة. وضمنت الخطة جدول بوزع تنفيذ إنتاج الكهرباء المطلوب على مديين القصير والبعيد، ليشتغل معمل سلعاتة بقدرة 550 ميجاوات، معمل دير عمار بقوة 450 ميجاوات، ومعمل الزهراني بقدرة 700 ميجاوات. وبتشترط الخطة بهذا المجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص على توفير إنتاج الكهرباء بأرخص الأسعار وبأسرع وقت وبأدنى كلفة ممكنة من خلال مناقصات علنية وشفافة وإجراءات إدارية سريعة. كما رح يتم العمل بين سنتين 2019 و2026 على تحصيل نحو 1200 مليار ليرة من خلال خفض مجمل الهدر من معدل 34% إلى ما دون 11% تقريبا. بس شو بالنسبة لبواخر توليد الطاقة بالخطة الحالية؟ بالخطة اللي أقرتها حكومة الرئيس الحريري ما كان في حديث عن بواخر، كان في حديث عن استجلاب طاقة بشكل سريع. يعني مثلا تشتري من سوريا، تشتري من الباخرة، انت بتفتش الكيلوات ساعة وين أرخص. فحسب الدراسات اللي انعملت تبين انه البواخر من عم بتبيع مؤسسة كهرباء لبنان الطاقة بأرخص كلفة. الحكومة حتطرح استدراج عروض على 3 مواقع تم الاتفاق عليها. برأي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين اللي بيعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال صندوق النقد الدولي أنه التكلفة المتراكمة لدعم شركة كهرباء لبنان بتعادل نحو 40% من إجمالي ديون لبنان. وعلى رغم الدراسات والمعالجات المتكررة لأزمة قطاع الكهرباء، بعض المواطن اللبناني عم يستعين بالمولدات الخاصة لتوفير الطاقة الكهربائية 24/24. الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجائة خبرنا بهيدا السياق عن خسائر الدولة ماليا من جراء سوء إدارة هذا القطاع. كانت الكلفة من 1992 لل 2017 تقريبا بحدود ال 36 مليار دولار، مقسمة بين 20.6 مليار دولار تحويل من وزارة المال، 15 مليار دولار فوائد بمعدل 6.8. يعني مثل ما بقولوا شوي صغير، الأمور كانت كتير سيئة بالنسبة للملف. وهذا الأمر بدك تضيف عليه يعني تقريبا عم ندفع بحدود المليار دولار سنويا بالمولدات. فإذا يعني معناته أنه الفاتورة بالنتيجة على المواطن عم تطلع بشكل كتير كبير وكتير وارم. تقديراتنا أنه هذا الملف كله سوا كلفته على الاقتصاد تتخطى المليارين لثلاثة مليار دولار، وهذا الأمر أكيد مش مقبول لبلد مثل لبنان. وبسياق العمل على إصلاح اللي ارتكبته بعض القوى السياسية، عم بتحقق السلطات من شهر نيسان الماضي بقضية تسليم الفيول المغشوش لصالح شركة كهرباء لبنان اللي ساهمت بجزء من الهدر على قاعدة اللي جرب مجرب كان عقله مخرب. وبعد ما تم إقرار خطة للكهرباء أكثر من مرة خلال العشر سنين الماضيين مع وقف التنفيذ، مين رح يضمن اليوم نجاح تنفيذ وفعالية هيدي الخطة والقدرة على تطبيق الشروط بشفافية لعملية ضبط الجباية اللي عجزت عنها الدولة سنين طويلة؟ وهل رح تكسر حكومة دياب الجرة اللي تم تناولها على مر الحكومات المتعاقبة من 30 سنة لليوم وترجع الثقة للمجتمعين المحلي والدولي من باب إصلاح الكهرباء؟ محمد زهوي، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.